البيع عمال بيبصبص لي، تعبي كله راح، وعمال يجيبني من فوق لتحت، وحاجه قذره. ده راجل قذر بجد. يعني هو قاعد يبصبص لك وجابك من فوق لتحت؟ اه كده. وانت لابسه الهايكون الاحمر ده؟ ايه، هو وحش ولا ايه؟ لا مش وحش يعني، بس استاذ محمد فؤاد كان لابسه في امريكا شيكا بيكا والله. كده بتزامن وانت حكيت بقى لو سمحت. هو راجل اعمى. هو اعمى في حد يعكس حد البنطلون ده؟ حاجه تاني. ما انت لازم تنشفي برضه شويه، ما كل الشغل بيحصل فيه كده يعني. انا نشفه والله على الاخر. نشفه على الاخر. مساء الخير يا فندم، دي فيلا سيتي ويلم. احنا دافعين الزباله يا ابني. يا فندم ده منزل الطالبه جود. اه ده منزل الطالبه جود. ليه؟ طب يا فندم انا ذا سكول بوستمان. يا فندم انا ذا سكول بوستمان. انت جاي تستعبط علينا قاعد على الصبح ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله دي؟ يا فندم انا جاي استدعاء ولي امر للطالبه جود. ايه استدعاء ولي امر دي؟ يعني حضرتك شرفنا في المدرسه. انا اروح المدرسه؟ أيوة. ليه يا ابني؟ ولا يا طفل يا ابني، تعالوا انتوا لموا بعضكم وتعالوا. يا فندم مش هينفع، حضرتك شرفنا هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا ابني حصل ايه يا ابني؟ والله انا ما اعرفش تفاصيل يا فندم. هستاذن حضرتك بس يعني تستلم مني الجواب ده وانت هتعرف كل حاجه. في ايه الجواب ده يا ابني؟ مفيش حاجه مكتوبه يا ابني. لا يا فندم حضرتك اتفضل. خد يا حاج. ازاي يا فندم ده الاستدعاء بتاع حضرتك؟ عيب يا جدع، ده بتاعك مش انت اللي مدهوني؟ ايوه يبقى بتاعك يا حبيبي. يا فندم ازاي؟ روح انت، استدعاء ليك انت ده. يلا يا بابا، يلا بابا مش عايزين وجع دماغ يا حبيبي. يلا يا بابا اتكل من على هنا يا حبيبي. خلاص يلا يا حبيبي. اتفضل اتفضل اتصرف انا. ايه تاني؟ معلش استحملت يا عم. امشي يا عم. يا عم غرف داهيه. وهو طلع عرف كل الكلام ده منين؟ اكيد حد بينقل له اخباري. بتفتكر مين يعني؟ اكيد حد ما يعرفنيش، لانه لو يعرفني مستحيل هيعمل كده. على الأقل يخاف على نفسه. أنا بقيتش فاهمة حاجة بصراحة يا شريف. أبداً، زارع لي ناس هنا تنقل أخباره. جميلة. وأنتِ ممكن تجهزي لي ملفات الموظفين الجداد؟ آه طبعاً طبعاً. طب وهتعمل إيه مع يوسف؟ طارق قال نسيبه شوية لحد ما نشوف هنعمل إيه معاه، أصله مشغول بالقناة دلوقتي. هو اصلا ماله بالقناه يعني؟ ابدا، اصله اكتشف فجاه اهميه الاعلام للاقتصاد. انتوا بعتولي بتاع جوابك ده بتشتكوا فيه من جود؟ دي مش شكوى. اصبري هقول لك. أنا لقيت البنت عندها مشكلة، رحت المدرسة عشان أحل لها مشكلتها. حق عليا يعني؟ تحل لها مشكلتها ولا تعقدها لها أكتر يا غبي؟ أعقدها لها ليه؟ عشان جودة فصلت. فصلت؟ طيب عادي، أريح لها، تقعد يومين ترتاح في البيت وبعدين تروح تاني، بدل المشورة بتاعت كل يوم. انت لسه صاحي يا علي يا ابني؟ ومين هيجيله نوم يا بابا بعد اللي حصل؟ معلش، هي الدنيا كده، ما بتديش للبني ادم كل اللي هو محتاجه. عارف يا بابا،
عارف، بس انا ما كنتش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان اتجوز اللي بحبها، وحتى دي الدنيا استقرت عليا. وعلى فكره بقى، ماما بتتدخل في كل حاجه في حياتي، وهي اللي بوظت لي الجوازه. لا ما بوظتش. خد التليفون. الحمد لله يا بابا، انا راضي بقدري، ما دي قدريات، ويمكن كان يبقى فيه شر في الجوازه دي. فتمام، اسمع كلامي. ابوس ايدك. بلاش يا ابني، انا بدلك على الصح. كلم ياسمين. ماشي. طيب خاطرها بكلمتين، هي مالهاش ذنب في اللي حصل. ماشي يا بابا. وما تعملش زي امك. يلا كلمها وما تخافش. خلاص يا بابا بقى. بقول لك كلمها ما تخافش. يعني انت مش خايف؟ انا ما بخافش. انت بتكذب. بقول لك انا ما بخافش. كمال افندم، لو المصحف امسك. انت وقفت مره واحده، انت هتهزر. بقول لك الله، انت مين يا ابني بجد؟ يا ايه ده يا بابا، انت خفيت. خلاص خلاص. ايوه جاي. ليه تعمل فيها كده؟ ليه تديني أمل وتاخده مني؟ وليه بالطريقة دي؟ تنتقم مني ليه يا علي؟ أنا عملت لك إيه؟ على فكرة بقى، أخوكي هو اللي بعت الفيديوهات على تليفون ماما، وهو السبب في كل اللي بيحصل ده. أنا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه؟ أنا عملت له إيه؟ على فكرة بقى، أخوكي هو اللي بعت الفيديوهات على تليفون ماما، وهو السبب في كل اللي بيحصل ده. أنا مش عارف هو بيعمل معايا كده ليه؟ أنا عملت له إيه؟ تعالى يا جنيد، أنت شارب إيه على الصبح؟ مستبح بإيه؟ قول لي، يخرب بيتك. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا واد؟ وراس امي ما بكدب عليكي، ومتوكد من كل كلمه قلتها لك. ده انا سامعهم بودني. دي بتقلب براس امك فطني؟ ده انت لو حلفت براس البر يمكن اصدقك. يا دي النيل عليا وعلى اللي جابوني. طب اقول لك على حاجه، تاهت والجناه مش هم متجوزين؟ فين العقد؟ في لبنان برضك بيكتبوا عقود. يا مري، يا دي النصايب اللي بتطبل فوق دماغنا يا ناس. اوعك يا واد الكلام ده ما يكونش صح. عندينا يطير فيها رجال. عنديكم؟ واني من شرم الشيخ، ماني من عنديكم. يا ست تسمع الكلام اللي بقول لك عليه، انا ما نمتش من امبارح، مش عارف اعمل ايه. ما صدقت الاقيك صاحيه، قلت اجي اقول لك.